منفذو هجمات بن قردان كان عددهم يفوق 50 جلهم من التونسيين حسب رئيس الحكومة. قوات الجيش والأمن قتلت 36 منهم وأسرت 7 آخرين. الأسرى مكنوا من الكشف عن مخازن للأسلحة وشاحنة مدججة بالسلاح وفق ما أورده لحبيب الصين. أما الجاهزية الأمنية والعسكرية فقد كانت صدا منيعا أمام تنفيذ مخطط لإعلان بن قردان إمارة داعشية. كان الهدف الأول من الهجوم هذا هو احتلال منها فكنة جيشنا الوطني بن قردان، احتلال منطقة الحرس الوطني في بن قردان ومنطقة الأمن الوطني في بن قردان. رئيس الحكومة أكد أن تونس حققت نصرا في معركة طويلة وأثنى على بسالة أبناء بن قردان في الذود عن مدينتهم. العملية ما زالت متواصلة هناك عبر التمشيط وتعقب بقية العناصر والاعتقالات. المواطنين في بن قردان وراوا أنه ما منها ينتمي لتونس وما ينتمي إلا لتونس، ووراوا كذلك أنه ما منها من نجم ينتمي كان لتونس، وراوا منها بوضوح أن العملية اللي قاموا بها الإرهابيين كانت فاشلة وهم الأفشلة، هم اللي وراوا أن بن قردان هي جزء من التراب التونسي وستبقى إلى الأبد جزءا من التراب التونسي. مجلس النواب وخلال جلسة خصصت للأحداث دعا التونسيين إلى مساندة الدولة بقوة في الحرب على الإرهاب، وقرر مكتب المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم إلى حين انتهاء العملية الأمنية في بن قردان في انتظار جلسة استماع لوزيري الدفاع والداخلية. باش نبرمج إن شاء الله جلسة استماع مع الوزراء المختصين دفاع داخلية قد يكون العدل والمالية شوفوا ما تتطلبه الظرف بالتحاور معهم وعلى تم الاستعداد لمساندتهم وعديد الأفكار والاقتراحات اللي هي مازالت ماهيش نهائية مثل إحداث سلاح جديد سلاح الحدود اللي هو من خلال إحداث أفواج وثكنات جديدة على الشريط الحدودي. كسب معركة من حرب طويلة ضد الإرهاب، التونسيون على أتم الاستعداد لخوضها. هذا ما يمكن استخلاصه بعد أحداث بن قردان، هو درس لمدى الاصطفاف والجاهزية لحماية الوطن. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.